اه قام يا طويل حال طوي عزتي للي سواتي عزتي. سحر البيان اشهدنا شفت صدق كيف؟ سحر البيان مهو بسحر البراقع والذم والعبي يا لا 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 فتحت قلبي لها صدق بكل امتنان قلت اغلطي يا بعدهم كلهم وارحبي ترى صورة جميلة قام يا طويل في شيء في الهاوس اسمع اسمع لي اسمع لي كنت اغنيها في البث عندي يا جميلة قام يا طويل حال طوي عزتي للي سواتي عزتي للي سواتي عزتي له والله ان قلبي على الله ما شفاوي غير ما في يدي ولا بيدك حيلة غير ما في يدي بس فيه الفيصل سجليني في عالم حبك بعد شوية انا مجنونك بعد مجنون ليلى انا مجنونك بعد مجنون ليلى وشغل يا رقبة الخشف عن النداوي يا سراجي الدلول المستحيلة الله هذه 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 اسمع اسمع هذه حقت ضيدا على عيد انكساري في غرامك قبل 9 سنين تذكرتك وقلت اكلمك والنية هنية الو لبيه يغلى من ملكني قبل عام 2000 ومت ولا حياة الا على ذكره وطارية احبك وين ما سجت عيوني في الزمان الزين وسججني الزمان اللي متاهاته خيالية ولا سجيت عن آخر لقاء عطارة البحرين ودهن العود وأشياء الشيوخ الإرجوازية رعى الله كل يوم مرنا ما قبل ذاك الحين على ذمة صفا الأيام وأحلام الوردية يوم أنك تستحي تذكر أن عمرك وصل 20 وأنا ما طاب لي إلا من وراء 20 بشوية يا حلو أحلامنا ومراهقتنا والبلا بعدين كشفنا ضحكة أول حلمنا ودموع ثالية ولكن ما ندمنا ليه لان العالم الحلوين يعيشون الغلا فوق القوانين السعوديه ولكن ندمنا ليه لان العالم الحلوين يعيشون الغلا وفق القوانين السعوديه عفى الله عن ملذات الهوى والعشق والتخمين وسجات الغرام ولذه الحب الحقيقيه بديتك يوم تاخذني معك ولا ادري وين معك من وين ما دعت هوى الغربي وموت الفيح يا ربي ليه 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 كلمات 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 تاريخيه سمعت قالت حقت البرايم ها قالت حقت يعني من البرايم عن ضيدان قالت حقت البرايم الكلام الصحيح تعال بلو تعال شوف تعال عليك ارسل مراسل الغرام بلا فتى الاحزان نول وتقل عندهم نول شوف شوف نول الكتاب انا اللي هذا عبد الرحمن الله لا كيف لحنها أنا الليلة يا غاب دقيقة بعدها يا اللي بعدها طار إيه هذا على حق الشمع طار طار في الليل ولا لا 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 طار في الليل والدمعة ورا الدمعة إيه ما هي بكذا مو مغلق والعرم ما درى وش سبت دموعي ضيقتي وتعرف السبت والدمعة ضيقتي مستمرة طول الأسبوع احسب ان شوفه احسب ان شوفته سهله مثل سمعه وذرها صعب علي من حبه الكوع يا الهواجيس مفترقه ومجتمع طالبك يا قصيد يا هد مره شمال بالوقيع طرف الليل والدا هي كيف الحال طرف الليل والدمعه ورا الدمعه العرب ما داروا والله يا رجال كان عندي في الجوال البوم كامل حق من؟ كلها الضيدان و أوه. يا اخي وعليها مقاطع مع قصيد بمعزوفات كذا
والله الذي لا إله، أنا مريت بلحظة من لحظات حياتي. لقطة كلام هذه من؟ ما أدري والله، بس مريت فترة. كان عندي في السرير. مريت فترة يا ولد. أتحسس والله. أتحسس يجيني. لسمعت القصيدة. إيه لسمعت القصيد مع معزوفة كذا. أوه النغمة التركية. والله إيه الله. أما جيك طول عمر السلامة. لا جت للي. العالم رقود وأنا لا. أتسمع. الجوة. أتسمع 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 لا منها نزلت الدمعة كذا لا شعوري وتسمع وكذا وتتعاطى الشعور تنزل دمعتك أرتاح إلى مني نزلت دمعتي ارتحت رحت وزان النوم بعدها كان خذيت لك ركعتي بعدها بشرك أقوم أخذ ركعتي هذا هذه حلو حلو أبوها لا نبغى نتوب لك متى يا أبوها لا أبوها لا نبغى نتوب لا تن هذا اسمه صوت النوم كثرة ذنوب نبغى نتوب ابن الغلا ضهوم من كثرة ذنوب أنا حلق مسكر أنا شمال وهو جنوب أنا سليت ولا سلوى أنا شمال شلع واحد هاجري يخرب بيت يا أبوها لا نبغى نتوب عرفت اللحن لكن متى يا أبوها لا ما هو من كثرة الذنوب ايش نبغى ايش؟ نبغى نتوب من الغلا انا شمالي وهو انا شمال وجنوب ايش اللي هو؟ ها انا شمال وهو جنوب أوه. ولا سالت ولا سالا ولا سالت افضلك اخو صوت شاي شاي يا ابو هلا نبغى نتوب اكمتها يا ابو هلا ما هم من كثرة الذنوب نبغى نتوب من الغلا على شمال وهو جنوب ولا سالت ولا سالا يا سيد الغيد اللعوب اثر العشاق ابخرا شوف هذا دقيقة هني بقى خلي خلص وقتك حالتي حالة مريض تذكرونها اليوم يا ولد ما في شاي من صبر في شاي من صبر في ولا لا من طيب من اللي حافظ حقه بن فطيس يوم يقول مع كل صباح ما ادري ايش يقول واني بنياتي ولا يدرى وشطر حوت ما عرفت كتابة لا جيبك وبيك وابغاك جمعته حار يا ايش يقول انا يا غاي السلام المعك هذه وشي وش يعني قهوة قهوة عربي ولا ليه تحطون العزة في شنطة وين حطها فيه طيب سياس في كيس في قهوة تحضر بسرعة لا لا دي بقهوتنا علينا خابري وش قهوة قهوتنا عادية دافور الخبر شفته انا ما اعرف هذا الشيء دافور شفته لا والله يا ما شفته في قصر الزيتون قفل قصر الزيتون يا رجال خذ القهوه سريعه انا شرار زايد يقول ايش يعني ايه يقول طيفك علي مع كل شبه صباح يبي وذكراك لاجي الليل جاتني ركايبها مدري عاد ايش يقول فيه ها يا ولد ايه ها جنوب قصيد تاريخي يقول ذكراك علي مع كل شبة صباح لا طيفك علي مع كل شبة صباح يبي وذكراك لاجي الليل جاتني ركايبها عندي ذاكرها 3 دقيقة الحمد لله ولكن عليك ارسل مراسيل للغرام بلهفة الاحزان متى الاحزان وتوق لرد يذبح طاري الفرقة ويحييني يحييني وانا ادري يا فلان اقرا الرسائل طالبك يا فلان وليفي شوف غرامك ويش سوى في شراييني واعرف انك قريت اللي كتبته وفي بعض الاحيان تشوف الردود ولا ترد
ولا تحاكيني. ما يحاكي. يمكن ما عنده رصيد الجواب. يمكن إيه. خبروه اني على وصل حيت وانت فارقنا ترى موتي دنا لحبيب يوم راح ما ساليت سليت سليت يا لما الله توني ما ديكت العنا. الله يطلبك خليني اقرا لي بيت ولا بيت. الله خبروه اني على وصله حييت وانت فرقنا ترى موتنا وانت فرقنا ترى موتي دنا لي حبيب يوم روح ما سليت يعلم الله تو ما ذقت لذات لا ما يعلم الله تو اني ما ذقت لذات العنا. الله 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 يا محمد ردري ردري. شو يقول يا طويل العمر الصلاه يا اخي ما احفظ يا ولد. انا ما احفظ يا ولد. عصرت الذاكره هم عصرتها هم قلت بها هم قمت اصاقع براسي جدر ابغى احفظ ما حفظت. يا هيل التفت لي واسمع دعاي ليك يا هيل. ارفع صوتك ارفع صوتك ازهلك. ايش طبعا اصبر 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 عليك ارجل على عيد انكساري في غرامك على عيد انكسار. خلي الورقه كذا خل لا ارجع لا على عيد انكساري لك يا غرامي. أجهل لو إنه بس فيه معزوفة تركية وأنا أقوى. تجي بتجي المعزوفة أنت عقر. على عيد انكساري في غرامك قبل 9 سنين الله. تذكرتك وقلت أكلمك والنية النية ألوه يغلى من ذبحني قبل عام 2000 ومت ولا حييت إلا على ذكره وطارية. أحبك وين ما سجت عيوني في الزمان الزين وسججني الزمان اللي متاهاته خيالية ولا سجيت عن آخر لقاء عطرت البحرين ودهن العود وأشياء الشيوخ الإرجوازية رع الله كل يوم مرنا ما قبل ذاك الحين على ذمة صفى الأيام وأحلامنا والأحلام وردية يوم إنك تستحي تذكرون عمرك وصل 20 وأنا ما طابل إلا من وراء 20 بشوية شوية. يا حلو أحلامنا ومراهقتنا والبلا بعدين شوف ضحكة أحلامنا ومراهقتنا والبلا بعدين كشفنا ضحكة أول حلمنا ودموع تالية لكن ما ندمنا ليه لأن العالم الحلوين يعيشون الغلا وفق القوانين السعودية. عفى الله عما لذات الهوى والعشق والتخمين سجات الغرام ولذة الحب الحقيقية يا شيخ فلاح. فديتك يوم تأخذني على كيفك ولا أدري فيه معك من وين ما ذادع والغربي وما تلفية ما شاء الله. بديتك يا شيخ فلاح الله يعزك حبيبي والله